يلاقي البطل القوي اليوبي. يوبي لم يخسر اطلاقا على ميدان هذا الموسم، 17 لقاء فاز 15 وتعادل مرتين. ديربي تورينو يقام عشية الذكرى 70 لتحطم طائرة الفريق الذهبي لتورينو. تأكد اليوم فريق التورو للمدافع موريتي بسبب الإيقاف. كين يحاول مرور مويس كين يمر، كين يلعب كرة عرضية ولكن تم بيرنا المسلل تادي بسبيراتسولي. بيرنا داخل مرة وأدرادو في اليمين اللي كان سلم حاولة خطيرة والكابينون كولو يبعد كرة إلى التماس. رمي التماس لليوبي اللي يوصل الأداء والمردود اللي لعبنا به أمام الإنتر في الشوط الثاني. الشوط الثاني تمكن فريق الإنتر من إدراك هدف التعديل. وفر كرة باتجاه دون رونالدو والحارس سيريجو تصدي من سلفاتوري سيريجو. اللعب مستمر وسط ابتسامة من الدون. رونالدو يبتسم شكل إيتسو. اليوم يلاقي رونالدو يحاول إيقاف الدفي. ترجع كرة عند التورو فريق السيد ماتساري. التمرير في العام في معركة العالمين تلعب كرة في مناطق فريق اليوبي. تنتهي كرة سهلة عند الحارس تشيزني. كرة عند تشيزني تفاجأني أليخاندرو بيرنكين لبيلوتي. بيلوتي بيلوتي سدد والحارس تشيزني. تسدي من تشيزني والكرة للركنية. تحرك ممتاز من جانب أندريا بيلوتي. تلعب كرة بشكل مقوس محاولة خطيرة ترجع بالدفاع. التسديد من بيرنجير وضربة مرمى لفائدة فريق اليورو ولكن بعد انطلق وانتفض اليوبي. كين مرة الكرة ولكن تغطي بالدفاع. الانتصار في معقل اليوبي. محاولة خطيرة فرصة تسجيل والهدف. تورينو سجل اسبقية للتورو. التورو يغلط اليوبي غلطة كبيرة في الدفاع والتورو يسجل. التورو يعلن عن بداية الديربي في معقل اليوبي. اليوبي يضرب يدون في ملعب السيد العجوز. تورينو يسجل. رونالدو رونالدو يمرر ماتويدي وسيريجو. إعادة مرة أخرى لكرة رونالدو. تصدي كان ممتاز من جانب الحارس سيريجو. كرة عند برناردسكي. برناردسكي برناردسكي تغطية من جانب المدافع سبيناتسولا. كرة داخل منطقة كوادرادو لم يتمكن كولومبي من ملامسة الكرة. تنتهي لضربة مرمى. وراء 10 أهداف في هذا الديربي. رونالدو كرة عرضية اتجاه سبيناتسولا لماتويدي. ماتويدي باكتي بالكاميرون. سبيناتسولا راس الكرة عند الدون. رونالدو قريبا جدا يا دون سببها رونالدو. رونالدو كان مقابل المرمى. ميتي التمرير. بيلوتي 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 سبب توري. كرة دورة من أنسالدي داخل منطقة الجزاء متابعة من بيلوتا. برناردسكي يراود كرة. برناردسكي داخل منطقة ترجع لكلافيسبا. كوادرادو كوادرادو مويسكين مويس سبب مويس. الطليان الليفوري مويسكين يمر لرونالدو. رونالدو أجاكس أمستردام الهولندي في 92 تعادل 2-2 في تورينو و 0-0 في أمستردام. أيام البلجيكي من الأسفل. بيانيتش يلعب كرة داخل المنطقة. التبريل كوادرادو 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 في اليمين. برناردسكي إيتسو. إيتسو يحاول مرور. إيتسو يلعب كرة داخل المنطقة بالفوز على اليوبي هنا على ميدانه. مرور برينجير والتصويبة بعيدة. تصويبة بعيدة على مرمى الحارس تشيزني. ضرب جماهير ميلان هو اللي كتب أيضا الرواية المعروفة نريد كل شيء. ولكن اليوبي اليوبي حقق سولا. ينطلق الان سبيناتسولا يلعب كرة عرضية تغطي ماتويدي عند سبيناتسولا. كرة داخل منطقة والدفاع لوتو كانسيلو. برناردسكي رونالدو رونالدو ثبت والحارس سيريجو في المرمى. كرة توقفت عند سيلفا يحاول مرور. كوادرادو كوادرادو يواصل التقدم. كوادرادو يكسب ركنك. كوادرادو داخل منطقة الجزاء. بونوتشي ماد فرصة خطيرة. سبيناتسولا مع ديزل بيتري. سبيناتسولا سبيناتسولا كرة تضرب دفاع. ينتهي لمصلحة تورينو 1-0. تلعب كرة بشكل مقوس تشيزني بسهولة. ترجع لليوبي يسترجعها انسالدي. تعود للتورو تصويبة قوية من خارج المنطقة سدد الأرجنتيني إلى ضربة مرمى.
التورو استماتة كبيرة وروح يلعب بونوتشي تنقل كرة عند أنسالدي. أنسالدي يتقدم أنسالدي داخل المنطقة سقوط الأرجنتيني وحكم المباراة ترجمة الفرص لم تأتي تلعب كرة تشيزني وسط ميدان أول محاولة لقوي إيطاليا محاولة خطيرة تنتهي إلى الفوارق الاقتصادية كبيرة ما بين اليوفي وشارع رونالدو في اليمين لمواتا كانسيلو فرصة للعودة باكتر الدفاع عنده شعبية كبيرة هذا النادي هذه الرأسية من جانب الدون والكرة إلى خارج ملعب إلى ضربة مرمى رونالدو يمرر كانسيلو لبيانيتش والمتابعة من الكاميرون التخريب جميع سيارات الفيات تشيشي وضع سباق على يد مونش غلادباخ فيما كرة في مناطق اليوبي يرجع كرة بيرنجير أنسالدي كرة داخل المنطقة الرأسية بعيدة لمرمى تشيزني ضربة مرمى لليوبي يوبي يحاول أيضا أن يرفضها أمام الجار كرة تلعب داخل المنطقة تختبر الدفاع فريق اليوبي الهجوم السريع تلعب كرة في مناطق التورو ممتاز ايتسو بارتيسكي ينقل كرة في اليمين الكروس من كوادرادو سهل الكرة عند السير لمدة 931 دقيقة منذ لقاء فبراير تعثر من خلال السالس وضيع الركلة لينتهي اللقاء 1-3-3 شوفوا الخبث الكروي وين وصل بونوتشي بونوتشي كرة داخل المنطقة الدون مرت من رونالدو ولكن في صافرة في صافرة وحكم المباراة يحتسب كرة ترجع أكبر تنقل خارج الديار 50,000 هذه كرة التعادل ولكن تضيع مجهود ممتاز ولكن الكرة الأخيرة التصويبة الأخيرة مرور ممتاز من ليوناردو هذه كرة فريق اليوفي تلعب داخل منطقة الجزاء رونالدو ولكن دفاع مشتركة كانت مع اللاعب بريمير يوفي يبقى يلعب في مناطق فريق التورو كرة سهلة عند الحارس سيريجو الكرة تتوقف عند سيريجو هذا هو رونالدو 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 دفاع فرصة التعديل تبعت كرة من كله رونالدو يتحرك لسبيناتسولا سبيناتسولا سبيناتسولا تختم الدفاع بالكامل من فريق اليوفي كوادرادو 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 سدد ولكن كوربا ولكن الدوري ظل عند اليوفي تبعت كرة خارج الملعب فريق اليوفي للسيدات برناردسكي برناردسكي وصل التقدم برناردسكي مر تلعب كرة عند لوكيتش لمسة من ميتي حكم المباراة احتسب خطأ وانذار ونقص فراغ في وجه لاعب اليوفي كرة تبقى عند فريق اليوفي داخل منطقة بعيدة عن الدون من عدة كنيات لسيدة إيطاليا للسيد العجوز اليوفي اليوفي اللي كما ذكرته عمال الجنوب ترتد من حيث الصد ترجع بتسديدة من لوكيتش بعيدة على تلعب كرة من بولوتش عند كوادرادو يخسر كرة كوادرادو ترجع كانسيلو تلعب كرة داخل منطقة إلى ضربة مرمى مثل الجائزة الكبرى للتورو كرة داخل المنطقة لمسة تغيب غياب اللاعب ديبالا مأثر أكيد من سوكيتش محاولة من جرب مويسكين مويسكين داخل المنطقة يستقبل ويسدد والكرة لأن سبق والإنتر وانقام بسبب ينطلق ولاينا 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 يسبب وكرة لضربة مرمى أول كرة يلمسها اللاعب النيجيري لبرناردسكي كانسيلو المتابع البازتي بيلوتي 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 سدد ولكن بعيدة تنقل باتجاه مويسكين مويسكين الهجوم لليوفي ولكن دفاع هجوم يقود باسيلي باسيلي تدخل قوي والحكم يوجه الانذار ونقص فراغ في وجه اللاعب برنارد تلعب كرة داخل المنطقة رونالدو 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 إنه الدنيا السادة إنه رونالدو رونالدو عاد النتيجة رونالدو يرفض الخسارة يرفض الانكسار لليوبي رونالدو ديربي ذكريات هدف البيبيتا في لقاء اكتمل 1-1